بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفيدك جي اس ام الاصدار 3.4 فول انستليشن. هذا سيحل جميع المشاكل وسيتم تشغيل الاداة بدون اي اخطاء في التشغيل او التثبيت او اي اجراءات اخرى. الان خطوات سهلة وبسيطة. اول شيء يجب ان نقوم بازالة الاصدارات السابقة من الكمبيوتر حتى نتمكن من تشغيلها بشكل صحيح. توجه الى السي والى هنا هفيدك جي اس ام ونقوم بازالة الفولدر كامل، لان تم ازالة الاصدار كامل من جهاز الكمبيوتر. ثاني شيء يجب ان تقوم بايقاف الانتي فيروس، ايا يكن الانتي فيروس يجب ايقافه، سواء انتي فيروس خارجي او الويندوز ديفندر يجب ان تقوم بايقافه. ثم ستقوم بتحميل الاداة او الفول انستليشن من الرابط اسفل الفيديو. بهذه الطريقة سنقوم بعمل اوبن بشكل سريع ان شاء الله تعالى لنطيل عليكم، ثم سنضغط على نيكست ومن ثم نيكست ايضا وايضا التالي ومن ثم انستيل بهذا الشكل. الان ننتظر انتهاء تثبيت الاداة والانتهاء من ملف التثبيت الفول انستليشن. الان تم الانتهاء من التثبيت فينيش بهذا الشكل. سيظهر لديك هنا مجلد او ملف شورت كت، نقوم بفتح هذا الملف اوبن. الان فتحت الاداة ان شاء الله تعالى بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء خلال عملية التثبيت او خلال عملية التشغيل. الان بهذا الشكل هذه هي الاداة امامك جاهزة وتعمل بكفاءة ولا يوجد فيها اي اخطاء. هذا افضل واسلم طريقة هو الفول انستليشن، يعني تم توفيره من قبل الاخ عماد، بارك الله به وبارك الله بجهوده. ساترك لك فيديو اثنين اسفل هذا الفيديو، واحد عن فك الاف ار بي لهاتف الاي 20 اس والاخر لتخطي حساب الجوجل لهواتف التكنو والاوبو او الانفينكس على عن طريق الثغرة وتفعيل وضع الاي دي بي. ساتركهم لك اسفل هذا الفيديو اذا اردت ان تتقن العمل، يعني ولو ببعض التجارب البسيطة على الاداة من خلال الفيديوهات القصيرة ان شاء الله تعالى. هذا كل شيء، هذه الاداة فول انستليشن، لا نريد استخدام ابديت او تحديث هنا ان شاء الله تعالى بدون اي اخطاء وبدون اي مشاكل. هذا كل شيء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.